اليوم احنا الحقيقة في لوكيشن بعمل دؤوب مستمر لمهرجان بغداد عاصمة الشباب العربي الذي يستمر لأكثر من 8 أشهر. هذا البرنامج الحقيقة مقر ومعد من قبل مجلس وزراء الشباب العرب الاحتفالية، وهذا الاحتفاء بالشاب العراقي للثقافة والفنون والتباري الثقافي والفني والعلمي وإنجازاته وإبداعاته ضمن مخاض وتنافس مع شباب العرب في فرق مسرحية وسينمائية وإنشاد وثقافة وكل شيء متنوع الحقيقة في الجهد الثقافي والفني راح يظهر خلال هذه الفترة بمهرجانات، سلسلة من المهرجانات تقام في العراق، وهي أيضا داعمة للجهد السياحي وأيضا للإمكانيات العراقية اللي راح تظهر إن شاء الله من إمكانيات شبابية وعمل وزارات بشكل متكاتف. معالي وزير شباب الرياضة الأستاذ عدنان درجال الحقيقة داعم كبير وأحيا هذا القبول لمهرجان بعد أن تأجل لأكثر من مرة في طموح أن يكون للعراق أيضا رسالة حضور بين أشقاء العرب ضمن الحاضنة العربية في التفاعل الاجتماعي والتفاعل الثقافي والفني والعلمي والرياضي. اليوم نشهد تحضيرات نهاءات لافتتاح المهرجان، راح يكون افتتاح كبير وطني حضور من العرب والوزراء العرب وايضا يعني اعمال ثقافيه وفنيه مهمه، وهاي التحضيرات الحقيقه على قدم وساق لان يكون المهرجان بما يليق العراق ان شاء الله، ويكون افتتاح لسلسله مهرجانات ستقام بعدها ثقافيه وفنيه باتفاق يعني مع البلدان العربيه في ترشيح من الشباب المتميز في الشأن الأول ما راح يكون في الشأن المسرحي في مسرح الشارع، وإن شاء الله في الفنون التشكيلية وفنون الثقافة الأخرى، وهنالك تفاعل سياحي وأيضا حضور اجتماعي راح يكون هناك كرنفال خلال هذه الفترة إن شاء الله يعكس واقع العراق الثقافي والفني والتطور، ويعكس أيضا المستوى الإبداعي والوعي للشباب ضمن الحاضنة العربية. الدكتور فائز طه سالم مدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة.